الصحية بولاية إنقزام ودائرة تنزاوطين عاينت لجنة الوكالة الوطنية للأمن الصحي ظروف العمل بالعيادة المتعددة الخدمات بهذه الولاية. الوكالة الوطنية للأمن الصحي تتابع بدقة الحالة الصحية، والخطوة الثانية في مهام الوكالة الوطنية للأمن الصحي هو تنسيق هذه العملية التي قررها السيد رئيس الجمهورية بصفة مستعجلة لكي يعني تواجه هذا الحالة الوبائية. بالموازاة مع ذلك تم تسليم كميات من الأدوية والأمصال المضادة للدفتيريا ووسائل خاصة بالمؤسسات الاستشفائية. نشكر رئيس الجمهورية التفاته لهذه الولاية الأيات الحدودية على بحث قافلة طبية متكونة من عدة بروفيسور وطباء لمحاربتها من وين بدأت حتى يومنا هذا. نجل خير جينا يا الرئيس السيد عبد المجيد تبون ليتلي تدسس إمار هنا النظر. نشكر داغ الدين تغرد وجنان ليت نتليل هذا المنبر. نشكر السيد رئيس الجمهورية على تدخل السريع وإفادنا بفرقة مركزية من أطباء أخصائيين وكذلك طائرات محملة بالأدوية اللازمة. رئيس الجمهورية أسرع وفدا إلينا هذا اليوم، هذا الوفد المتكون من أخصائيين من الوباء والأمراض يعني المتنقلة عن طريق المياه، وكذلك أوفد إلينا الأدوية التي يعني تستلزم في هذه الحالات. كما سيتم توزيع كميات أخرى بدائرة تنزاوطين، فيما ستقوم هذه البعثة بمعاينة الوضع الصحي بهذه الدائرة وكذلك السهر على تطبيق البروتوكولات الخاصة بالوضعية الصحية.